اهلا بكم. عندنا قضيه في الطب مهمه جدا، والحقيقه القضيه ديت بيني وبينكم يعني بتثير غيظ الدكتور، وساعات بترفع ضغطه، وساعات تجيب له صداع نصفي، وساعات يخبط راسه في الحيطه على حسب درجه صبره. انك تلاقي مريض عنده مشكله ما، وليكن مشكله السمنه، وتيجي تتكلم معاه، هو جاي لك مثلا بيشتكي من اي حاجه، وتيجي تتكلم معاه على انه لازم ده لابد من اجراء جراحه بقى، انت اوفر ويت وانت راجل سمنه مفرطه. فالحوار ياخد منحنى، ما انا كويس دلوقتي، وبعدين ياخد منحنى اعلى بقى لو انتوا صحاب شويه، وانا هيحصل لي ايه يعني؟ والمريض ممكن قدام نفسه او مع نفسه يقول لي الكلمه دي على فكره. ودي على فكره بيقولوها بتوع المخدرات، يعني السمنه والمخدرات بيتفقوا في المعنى ده، وانا هيحصل لي ايه؟ ما اجرب. ايه اللي هيحصل؟ ده في المخدرات، في السمنه، ما انا عايش، انا ميت فل. وانا بشتكي من حاجه؟ ده انا حتى دمي خفيف وسط اصحابي، ومستمتع بالاكل، واللي قابلني كده قابلني، واللي مش قابلني خلاص هو حر. ما بيدراش الا فجاه بينهار المبنى على دماغه. ما بيدراش الا وفجاه الكارثه بتقع قدامه. الحكايه دي لازم افكركم دايما بيها باستمرار، مضاعفات السمنه. انا وانا ببص لمضاعفات السمنه بقول للشخص اللي هو بيقول ايه؟ هو ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انا ماشي اهو، ما انا عايش. مضاعفات السمنه يا جماعه كتيره جدا، ومنها مضاعفه ممكن تكون مؤلمه جدا، هنتكلم عنها النهارده. لكن خليني اقول لكم ان السمنه مرتبطه بالاكل الكتير. الاوبيستي مرتبطه بكميه اكل كتير، وطبعا تعرفها انها اساسا مساله طبيه، وبتؤدي الى مشاكل في القلب، مشاكل في السكر، السكر من النوع الثاني، وازمات صدريه، وممكن انتقاص العمر، انتقاصه. طبعا الاكل الغلط والراحه والانتخه وعدم الحركه وعدم الدرايه بازاي امنعها، بان انا اكل اكل هيلسي، اكل مظبوط، والعب رياضه، وايضا غير ان انا بلعب رياضه افكر بقى انه في بعض الحالات المساله بتبقى مرضيه للشكل او بالدرجه اللي ما ينفعش فيها لا رياضه ولا خيره، ما ينفعش فيها، بالعكس ممكن الرياضه تبقى خطيره على الشخص اللي عنده سمنه مفرطه، ما ينفعش فيها غير عمليه. وهنا العملية مش بس هتنقذ الإنسان من السمنة، ده ممكن تنقذه من آلام متعلقة بمرض متعلق بالسمنة. الآلام دي ممكن تخلي الإنسان ما ينامش الليل، وآلام شديدة جدا، وآلام متكررة، وآلام تروح وتيجي، وآلام الإنسان ممكن يعض فيها في الأرض بالمعنى الحرفي. يعني في الكتب الطب ساعات نكتب كده، ألم شديد جدا والإنسان يكاد يكون هيعض في الأرض، وهي آلام المرارة. المرارة يا جماعة بتيجي مع السمنة ومرتبطة بها جدا. المرارة مرتبطة بأربعة بحرف الإف، بالفيميل، بالستات أكتر، بالناس الفاتي، بالإنفرتايل، وبي كمان الفورتي بالأربعينات. فلو واحدة سمينة عندها سن قربت من 40 سنة، هي عندها فرصة كبيرة جدا جدا للإصابة بالمرارة. حوارنا النهاردة حوار زي ما بنقول دائما مزدوج الشخصية، السمنة والمرارة، حوار يحمل شيزوفرينيا في كلامه، ولكن في النهاية نكتشف أنهم تقريبا وجهين لعملة واحدة، السمنة ومشاكل المرارة، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبير وأستاذ الأساتذة، وطبعا نفتخر بوجوده معنا، هو أستاذنا الأستاذ دكتور محيي البنا. الأستاذ الدكتور محيي البنا، أستاذ جراحات السمنة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، وعضو الرابطة الدولية لجراحات السمنة، سكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أستاذنا العزيز، أهلاً بيك. منور دكتور كالعادة، ونفتخر بتلبيتك الدعوة، وبنسعد بحماسك لينا. الله يخليك، أنا اللي بشكرك. ربنا يخليك يا فندم. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول بحتة الوجهين لعملة واحدة. أنت قلت كلام مهم جدا عن أن مرض السمنة مش بتظهر مضاعفاته في الأول، وده الحقيقة شبه مرض السكر. مرض السكر بتبدأ مضاعفاته يمكن بعد 10 سنين من بداية ظهور مرض السكر. في الأول المريض عنده سكر بياخد علاج ويمكن بيظبط أكله شوية، بيلاقي السكر بقى في المعقول، لكن في الوقت نفسه السكر بينخر في الجسم، بيسبب مشاكل في الأوعية الدموية، وبالتالي بيسبب مشاكل في كل أعضاء الجسم. تبدأ المضاعفات والمشاكل تبان بعد 10 سنين من بداية ظهور السكر. نفس الحكاية في السمنة،
كان في جدل علمي حوالين الموضوع ده، هل في ذا هيلثي اوبيز الانسان اللي عنده سمنه بس صحته كويسه، وفي تعبير كمان بيتقال فات اند فيت اللي هو بدين عنده سمنه مفرطه لكن في نفس الوقت عنده فيتنس محافظ على صحته بيلعب رياضه، اذا ما عندوش مضاعفات ما عندوش مشاكل ليه يعرض نفسه لعمليه جراحيه؟ النهارده بيظهر ان السمنه المفرطه زيها زي السكر مضاعفاتها بتظهر مع الوقت. ما لم نتعامل مع السمنه المفرطه كمرض، وهي النهارده تعريف العلمي ليها ان هي مرض، واللي عرفته ان هي مرض الامريكان ميديكال اسوسيشن الجمعيه الطبيه الامريكيه اللي هي اكبر جمعيه طبيه في العالم، في يونيو 2013 اصدرت بيان قالت ان السمنه مرض. اذا التعامل مع السمنه يبقى تعامل مع مرض لابد من علاج. احنا ما بنقولش الجراحه في الاول، بنقول نجرب دايت، نجرب اكسرسايز، نجرب وسائل غير جراحيه، لكن اذا لم يستجيب للعلاج مرض السمنه لم يستجيب للعلاج الغير جراحي يبقى لازم نعمل عمليه جراحيه، والا المريض بيعرض نفسه لمضاعفات، والمضاعفات دي بتشمل كل اعضاء الجسم زي ما حضرتك وريتنا في الفيديو. لا انا عايز اسمعها من حضرتك بقى تاني. يعني بص حضرتك، احنا المضاعفات تبدا من المخ وتصل لحد الرجلين. احنا اهم حاجه عندنا السكر والقلب، وعندنا حاجه اسمها ميتابوليك سندروم اللي هي متلازمه الخلل الغذائي او خلل الوظائف الحيويه اللي بتتشكل في الانسولين ريزيستنس اللي هو مقاومه الجسم ومقاومه الانسجه للانسولين، ومعروف ان الخليه الدهنيه والنسيج الدهني بيقاوم تاثير الانسولين، وده بيخلي علاج السكر صعب، بيخلي المريض ياخد دواء السكر ولا يستجيب للدواء. عندنا مشاكل الضغط، مشاكل في الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، عندنا تراكم الدهون في الأوردة والشرايين، وده اللي بيعمل لنا مضاعفات زي الجلطات، زي تصلب الشرايين، زي مشاكل القلب، أمراض القلب المختلفة. زي ما احنا شايفين كل أعضاء الجسم بتتأثر، المخ بيتأثر، بيحصل ارتفاع في ضغط المخ، الغدة الدرقية طبعا ومشاكل الغدد عموما، عندنا مشاكل الرئة والتنفس، عندنا مضاعفات خاصة بالتنفس كتير جدا، منها سليب أبنيا اللي هي الاختناق أثناء النوم، عندنا مشاكل المرارة، عندنا مشاكل المرارة، حصوات في المرارة، التهابات في المرارة، عندنا مشاكل في الكبد، في من أول الكبد الدهني وتراكم الدهون في الكبد لحد ما نوصل للتليف في الكبد، عندنا مشاكل في الكلى مختلفة ومتعددة بما فيها حصوات الكلى، عندنا الفتاء طبعا وظهور الفتق أكتر كتير قوي في مرضى السمنة، عندنا مشاكل العظام وبتأثر على المفاصل على العمود الفقري، فمن أول الراس لحد الرجلين الجسم كله بيتأثر من السمنة، وده بسبب تراكم النسيج الدهني حوالين الأحشاء وفي أماكن مش مفروض ان هو يتراكم فيها، اللي بنسميه اكتوبيك فات ديبوزيشن، يعني تراكم الدهون في اماكن خاليه اصلا من الدهون زي الكبد زي الكلى زي القلب، دي اعضاء بطبيعتها ما فيهاش دهون، لكن لو زادت نسبه الدهون عن حد معين في الجسم بيحصل تراكم دهون في هذه الاعضاء يأثر على وظائف هذه الاعضاء. كيف يصنف مريض السمنه؟ مريض السمنه النهارده هي يعني بنعتبره مرض مزمن، ونعتبره مرض بيأثر على كافة أعضاء وكافة أجهزة الجسم. فمريض السمنة احنا بنصنفه على حسب حاجة اسمها البي ام اي اللي هو مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم ده احنا بنقسم الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. المعدل الطبيعي انه يبقى البي ام اي اللي هو مؤشر كتلة الجسم 25، من 26 لحد 30 نعتبره اوفر ويت، نعتبره زياده في الوزن. لو زاد مؤشر كتله الجسم عن 30 كيلو جرام لكل متر مربع، يعني بنقسم الوزن على مربع طول بالمتر، لو زاد عن 30 نعتبرها سمنه. من 30 ل 35 دي كلاس 1 اوبيزيتي، يعني الدرجه الاولى من السمنه، من 35 ل 40 درجه ثانيه، من 40 ل 50 سيفير اوبيزيتي اللي هي السمنه الشديده المفرطة، سمنة المفرطة، سمنة المرضية، فوق 50 دي سوبر اوبيزيتي، دي سمنة فائقة
يعني دي بقى اللي عدت كل الخطوط. اقسم الوزن على مربع الطول، يعني لو طولك 1.8 من عشرة مثلا متر، 1.8 من عشرة فوق 8 من عشرة 3.24 من مية. يبقى نقسم الوزن على 3.24 من مية مثلا على 3.24 لو زيادة عن 30 يبقى في سمنة مفرغة. يعني لو قسمت 100 كيلو على 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 ده 3.24 من مية، 3.24 من مية. شوف بقى يعني احنا عموما على حسب سهلة قوي بالتقريب، يعني لو زاد الوزن عن الوزن المثالي 35 كيلو المريض عنده سمنة مفرغة ويحسب كده ويحسب حاجه. وطبعا بطريقه تانية اسهل، انت لو قسمت 100 من طولك يعني هيبقى ده وزنك المثالي تقريبا. لو زودت عليه 35 كيلو 30 خلاص كيلو خلاص، لو زدنا عن 35 بقينا في السمنه بقى دخلت في السمنة. يعني اللي طوله 180 سنتي مفروض وزنه تقريبا يبقى 80 كيلو. لو وزنه زايد عن 115 ده عنده سمنه مفرد. عنده سمنه مفرد. ليه احنا بدانا نطرح لاول مره قضيه علاقه السمنه بالمرارة؟ يعني دي اول مره على فكره في الشاشات كلها. انا متابع كويس قوي كل حاجه. طبعا انا عايز اقول ان مشكله المراره في مصر بقت منتشره جدا. اولا بسبب تغيير طبيعه الاكل، اكلنا بقى فيه كتير اكل سريع، الفاست فود، جانك فود، اكل من الشارع كتير جدا. ما كانش طبيعتنا كده، كان اكلنا دايما اكل بيتي وطبيخ البيت. النهارده لا، كله اكل جاي من بره، دليفري، فاست فود، جانك فود. فده نمره واحد. نمره اتنين انه الالتهابات كتير بتصيب الجهاز الهضمي، يمكن برضو بسبب الاكل في الخارج، يمكن مشاكل خاصة بالصحة العامة. ومعروف ان في انواع معينة من الميكروبات بتروح تقعد في المرارة تعمل التهابات في المرارة، تعمل ترسيب حصوات في المرارة. النقطة الثالثة هي السمنة. السمنة بقت مرض منتشر جدا في مصر والعالم العربي كله. مصر من التوب 10 في العالم في نسبة حدوث السمنة، فبقت مشكلة كبيرة. السمنة بسبب زيادة الدهون بترسب حصوات وبتعمل التهابات في جدار المرارة. احنا هنا الصورة بتبين المرارة. المرارة وظيفتها ان هي مخزن لتخزين العصارة الصفراوية اللي بيفرزها الكبد. الكبد له فص يمين وفص شمال. العصارة المرارية او الصفراوية بتنزل في القنوات المرارية الكبدية اليمين والشمال، وبعدين تخش في قناة المرارة تتخزن في المرارة. لما الانسان ياكل دهون، الدهون توصل للاثنى عشر الازرق ده، المراره تنقبض وتفرز العصاره الصفراويه عشان تنزل على الدهون في الاثنى عشر وتساعد في هضم الدهون. لو المريض بياكل دهون كتير، المراره من كتر عمليه الانقباض، من كتر العبء اللي موجود عليها، بيحصل ترسيب للاول حصوات صغيره حاجه زي الطمي كده في المراره، وبعدين تتطور الى حصوات كبيرة، وإحنا بتبقى الحصوات ضخمة جدا. فعندنا أسباب كتير جدا لظهور أمراض المرارة، اللي هي عادة في شكل التهاب وفي شكل حصوات، بالذات هي أكثر انتشارا في مرضى السمنة المفرط. ارتباطها بالأربعينات بالستات أكثر بالسمنة اللي في معاهم، هي بالزبط. شكل مميز للست السمينة الأربعينية اللي يمكن الحقيقة ان دي الصورة الكلاسيك اللي مكتوبة في الكتاب. لا النهاردة بنشوفها في سن صغير. يعني مرضى في اقل من 20 سنة او في اوائل العشرينات وبتظهر عندهم امراض المرارة، حصوات المرارة والتهابات في جدار المرارة. المرض ده مزمن، يعني ممكن المريض بالسمنه يجي لك ويكون عنده المراره فيها مشاكل بالزبط. ومزمنه بالزبط. هو مش دريان، مش دريان، هو بيفكر دلوقتي في السمنه وحلولها ونسي او ناسي المراره، مش متنبه لها. ازاي نتعامل مع القصه؟ عايز اقول ان نسبه كبيره جدا بتكتشف الحصوات ويكتشف التهاب المراره بالصدفه. المريض بيبقى عنده مشاكل لما بياكل، بيحس بشويه تعب، انتفاخ، مش مستريح، احيانا شويه غثيان، تتشخص على ان هي التهاب في القولون، تتشخص على ان هي انتفاخات، على ان هي نزلات معويه، وياخد علاج. وطبعا المريض مش بيروح لطبيب جراح في الاول، بيروح لطبيب باطني، وبيبقى اول تفكير ان ده مشكله في القولون او مشكله في الامعاء، خصوصا عندنا مشاكل القولون والامعاء منتشره يعني. فياخد علاج، وبعدين بالصدفه دكتور البطنه لما يبص يلاقي المريض لا يستجيب للعلاج، يطلب له اشعه تلفزيونيه او موجات فوق صوتيه بنسميها سونار الترا ساوند على البطن، فنكتشف ان في حصوات في المراره وفي التهاب في المراره. بيلحظوا على فكره لما بتتحرك وتقفل وتعمل التهاب في جدار المراره والتهاب في عنق المراره، ده شيء خطير وألم شديد جدا. دي خطيره جدا. لكن كتير قوي واحنا بنعمل الترا ساوند ساعات حتى في التشيك اب نلاقي حصوات في المراره. الحقيقه في مرضى معينين مجرد ظهور حصوة في المرارة، دي مسألة لا يجب السكوت عليها، لا يجب الانتظار، وبيبقى من الضروري
ان احنا نعالجها. وعلاج حصوات المرارة الوحيد هو استئصال المرارة. كل العلاجات اللي اتجربت، كل الأدوية، كل أنظمة الأكل ما وصلتناش النتيجة اللي احنا عايزها. العلاج الوحيد السليم هو استئصال المرارة. والنهاردة في وجود المنظار بنعمل عملية استئصال المرارة بالمنظار، ده خلى العملية أسهل بكتير جدا، وعشان كده ما بقاش في أي مبرر الانتظار في وجود حصوات وفي وجود التهابات في المرارة. هنا واضح المرارة اهي وتكوين الحصوات داخل المرارة بتتحرك. لما بتتحرك الحصوة لو سدت قناة المرارة أو قناة عنق المرارة تعمل لنا مشاكل كتير جدا، التهابات في المرارة، ممكن يوصل لدرجة خراج في المرارة، وأحيانا الخراج ده كمان يعني يعمل مشاكل كتير جدا. ده لو طب افرض المريض جاي لك بسمنة، عنده سمنة مفرطة وجاي يعمل فحوصات عايز يعمل عملية ولقينا عنده المرارة ساعتها. هو دلوقتي كل مرضى السمنة المفرطة ينصح انه يعمل ابدومن الالتراساوند، يعمل سونار على البطن قبل ما يعمل عملية لجراحة السمنة المفرطة. كل مريض هيعمل عملية لجراحة السمنة المفرطة بعد ما يعمل الالتراساوند لازم نقيم الموقف. اما يعمل السونار لقينا عنده حصوات في المرارة على حسب العملية اللي هيعملها. لو هيعمل تكميم معدة احنا ممكن نعمل تكميم المعدة، ولما المريض ينزل في الوزن بيبقى من الاسهل ان احنا نعمل عملية تانية نستأصل المرارة. هو في كل الاحوال لقينا حصوات في المرارة يبقى المريض محتاج عملية لاستئصال المرارة. والجولد ستاندرد، القاعدة الذهبية، الحل الاكيد هو استئصال المرارة بالمنظار. يعني بعض الناس بتتساءل طب عملية المرارة الافضل بالمنظار ولا بالجراحة؟ لا، مؤكد بالمنظار. في وجود المنظار خلاص يعني السؤال ده بقت اجابته معروفة وواضحة جدا. الناس حتى طيب. البسطاء بقوا يقولوا جمله ده بتتعمل بالمنظار، مش عارف المراره بالذات بيقولوا بتتعمل بالمنظار، يجي جراحه السمنه نقول لهم المنظار يفكروا في الجراحه المفتوحه يعني يعكسوه. في وجود المنظار خلاص المنظار له الاولويه وهو الافضل وهو الاداء اللي بتوصلنا اللي احنا عايزينه باقل الاضرار من غير فتح. المريض بيقوم بعدها بمده بسيطه، بيقدر يرجع شغله ونشاطه العادي اسرع. وبنتجنب مشاكل الجروح. ده ممكن نعمل العمليتين مع بعض؟ لو المريض هيعمل عملية تحويل مسار وعنده حصوات في المرارة يبقى من الأفضل ان احنا نعمل استئصال المرارة بالمنظار في نفس العملية. واحنا بنعمل تحويل المسار نعمله المرارة بالمنظار، نعمل دي او دي الاول لكن يخرج من أوضة العمليات وعمل عمليتين مع بعض. لانه مع تحويل المسار احنا غيرنا مسار المعدة بقى من دي عملية استئصال المرارة بالمنظار. عملية لطيفة وسهلة احنا هنا ده قناة المرارة، الحويصلة المرارية، احنا بنربطها وبنستخدم كليبسات جراحية وكذلك شريان المرارة، وبنفصل المرارة عن الكبد لان هي بتبقى ملتصقة بالكبد، وبنخرج المرارة ودي عملية استئصال المرارة بالمنظار. المريض بيخرج يا اما في نفس اليوم بالليل يا اما تاني يوم. دي عملية لطيفة جدا. وكل ما اتعملت بدري ولو ما فيش التهابات زي ما بنقول نعملها في وقت السلم. العمليه تاخد نص ساعه والمريض يخرج في نفس اليوم او تاني يوم. لما نستنى بقى ما يحصل التهابات وتلتصق بقى بالانسجه المحيطه بالكبد وبالاثنى عشر وتعمل لنا خراج ويبقى فيه مشاكل بقت العمليه صعبه. تاخد دي عمليه استئصال المراره بالمنظار، ده مشهد بالمنظار. بدل ما العمليه تاخد نص ساعه في وجود التهابات والتصاقات ومضاعفات نلاقي العملية خدت مننا ساعتين ساعتين ونص والمريض يقعد يومين وثلاثة في المستشفى. بعض المرضى ينتظر ويقول لا مش عاملة لي مشاكل، ونفاجئ ان هو جه وفيه مضاعفات. وبعض مضاعفات المرارة خطيرة يعني. لو حصوة نزلت في القناة المرارية تعمل لنا انسداد في القناة المرارية وصفرة، ونبقى محتاجين تدخل من نوع تاني، منظار الاول على القناة المرارية ننزل الحصوات وننظف القناة المرارية وبعدين نعمل المرارة. حاجة بقى تتحول القصة من عملية سهلة الى بروسيدر هياخد وقته. هياخد وقته عمليتين بدل عملية واحدة. ولو لا قدر الله حصل التهاب في البنكرياس الحصوات وهي نازلة، عملتنا التهاب في قناة البنكرياس بقى عندنا مشكلة كبيرة. فالأفضل اكتشفناها يبقى إن شاء الله. دي عملية تحويل المسار. هتلاحظ حضرتك إن الأسهم هي مبينة إنه المسار اللي بقى عندنا مسار الأكل والسوائل من المريء إلى جيب المعدة أو الأنبوبة في المعدة الى الامعاء الدقيقه. وبكده ما بقاش عندنا اكسس، ما بقاش عندنا طريقه للوصول للاثنى عشر. فلو المريض عنده حصوات في المراره
حصوة من دول اتحركت نزلت في القناة المرارية، ما نقدرش نوصل للقناة المرارية بمنظار القنوات المرارية لأن السكة اتحولت، عملنا تحويل المسار. وعشان كده لو نعمل تحويل مسار وعنده حصوات في المرارة الأفضل نعمل الاثنين في نفس العمل. لو تكميم معدة احنا لسه محتفظين بالتكوين الطبيعي والمسار الطبيعي، نقدر نوصل للقناة المرارية من خلال المعدة أو الجزء اللي فاضل من المعدة، الكم اللي احنا أو الأنبوبة اللي فاضلة، وبالتالي نقدر نعمل تكميم المعدة بس، وفي مرحلة تانية نبقى نعمل استئصال المرارة بالمنظار. أنا عايز أوضح للناس حاجة، ليه لما بنيجي نعمل عملية تحويل مسار والإنسان عنده حصوات في المرارة وعنده التهابات في المرارة، العلم بيقول نعمل له المرارة مع عملية تحويل المسار؟ هو دلوقتي احنا شرحنا وشفنا في الصورة ان القناة المرارية متصلة بالاثنى عشر. احنا في عملية تحويل المسار بنحول مسار الاكل والسوائل بعيد عن جزء كبير من المعدة وبعيد عن الاثنى عشر. دي في عملية تحويل المسار الكلاسيكي، وحتى في تحويل المسار المصغر برضو ما بقاش عندنا فرصة ان احنا ندخل المنظار وندخل الى المعدة والى الاثنى عشر. لا، بقت المعدة متوصلة بالامعاء الدقيقة على طول. يبقى احنا المنظار لو دخل من المعدة يدخل في الامعاء، مش هيقدر يدخل في الاثنى عشر. وعشان كده الافضل ان احنا نشيل المرارة في هذه العملية، لانه الطريق الى الاثنى عشر ما بقاش مفتوح زي في الحالة العادية. فاللي عنده حصوات في المرارة هيعمل عملية تحويل مسار، يبقى نعمل الاثنين في نفس العملية ويرتاح من ألام حصوات المرارة ومن مضاعفاتها التي قد تكون مزعجة جدا. بالضبط كده. تمام، عايز اروح بقى لمريض تحويل المسار نفسه، السمنة مع تحويل المسار. تحويل المسار هي العملية اللي بيقولوا عليها الجولدن ستاندر، او العملية الاولى، او تمام، العملية التي تعالج السمنة والسكر. تمام، انا عايز اتكلم على لماذا تحويل المسار حتى الان ناس بأسلوب غير مباشر أو حتى بأسلوب مباشر ممكن يحاربوه أو يحاربوا العملية دي؟ أنا عايز أقول أن في دايما اتجاهين، في اتجاه للحل الجذري للمشكلة، وفي اتجاه الحل المرحلي. دايما في ناس بتدور على الحل الأخف، يعني يقول لك طب ما نعمل دايت وإكسرسايز، طب ما تديني دواء، طيب ما أعمل أخف حاجة، ناس تعمل باند، ناس تعمل بالونة، ناس تعمل، كل دي حلول ضعيفة جدا. احنا الحل عندنا يا اما تكميم معدة يا اما تحويل المسار. نتفق على انه تحويل المسار، وده كل الابحاث اثبتت هذا، هي العملية الاولى لجراحة السمنة، هي العملية الافضل. طبعا تكميم المعدة عملية جيدة، لكن لها المرضى اللي بتناسبهم عملية تكميم المعدة، انما تظل تحويل المسار هي العملية الاولى. الفكرة انه عملية تكميم المعدة بتعتمد على تصغير المعدة، ان حجم المعدة بقى صغير. صحيح في تغيرات هرمونية مع تكميم المعدة، لكن عملية تحويل المسار فيها أكتر من فايدة، فيها أكتر من ميكانيزم، أكتر من طريقة بتعالج السمنة وبتحسن تعامل الجسم مع السكر ومع الدهون. احنا بنفصل جيب، دي عملية تحويل المسار، بنفصل جيب من المعدة عن بقية المعدة وبنوصل الجيب ده مباشرة بالأمعاء. يبقى هنا استبعدنا قبة المعدة اللي هي فيها هرمون الجوع اللي بتفرز 80 أو 90% من هرمون الجوع، فالجوع بيقل، ودي آلية تكميم المعدة. هنا احنا استخدمناها برضو في عملية تحويل المسار. نمرة اتنين، انه مرور الأكل والسوائل مباشرة من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بينشط هرمونات الأمعاء الدقيقة، وده اللي بيحسن استخدام الجسم للسكر، بيقلل من مقاومة الجسم للإنسولين، الإنسولين ريزيستنس بتتحسن كتير جدا بعد العملية دي. نمرة ثلاثة، إنه الأكل والسوائل بعدت عن الاثنى عشر، مش بتمر على الاثنى عشر، استبعدنا، هي تحويل مسار، يعني حولنا مسار الأكل والسوائل بعيد عن جزء كبير من المعدة، بعيد عن الاثنى عشر، بعيد عن جزء من الأمعاء الدقيقة، فابتعاد الأكل والسوائل عن البنكرياس وعن ادي الجزء الازرق ده اللي هي هيفضل المعدة ويفضل افرازات المعدة تمر على الاثنى عشر، بس مش بتقابل الاكل الا عند التوصيلة بتاعتها. فابتعاد الاكل والسوائل عن البنكرياس وعن المرارة ده بيرفع العبء عن البنكرياس، بيقلل العبء عن البنكرياس، وده بينشط الخلايا اللي بتفرز الانسولين، وده اللي بيحسن وظائف البنكرياس.
النقطة اللي بعد كده انه عدم مرور الاكل على الاثنى عشر بيقلل امتصاص الدهون. فاحنا عندنا قللنا امتصاص الدهون، حسننا وظائف البنكرياس، حسننا وظائف الانسولين، نشطنا هرمونات الامعاء الدقيقة، كمان نزول في الوزن وتقليل نسبة الدهون بيحسن الانسولين ريزيستنس، بيحسن وظائف او بيحسن استجابة الجسم للانسولين، بيقلل مقاومة الجسم ومقاومة الانسجة للانسولين. اللي هي اساسا عيوب اساسية في النوع الثاني تحديدا كمان. بالظبط كده. دي عملية تحويل المسار، ودي الاليات اللي بتشتغل بيها، ففي ادوات كتير جدا بتفيد الجسم بعد عملية تحويل المسار. عملية تكميم المعدة تزال عملية مفيدة لمريض يقدر يسيطر على نفسه في الحلويات، ما عندوش سكر او عنده سكر خفيف، مريض ما عندوش ارتجاع في المريء، وارتجاع المريء دي نقطة مهمة جدا، مريض عنده مشكلة في القولون، في التهابات قولون، التهاب القولون التقرحي، مرض مناعي بيحصل فيه التهابات في القولون اللي هو الالتراتيف كولايتس. بالظبط. مريض عنده مشاكل في الكبد، بنفضل ان احنا نعمل له تكميم معدة احسن من تحويل المسار في حالته، بتفيده. هل يمكن عمل تكميم معدة المريض عنده مشاكل في الكبد تصل لدرجة ايه؟ لا، احنا عادة اللي هو كلاس اي، يعني يعني اللي وصل لمرحلة التليف طبعا ما تناسبوش عمليات جراحة السمنة، لكن المريض اللي هو في المرحلة الاولى من تليف الكبد يعني تصلح له عملية تكميم المعدة. ده طبعا بناء على التحاليل وبناء على نتائج التحاليل. هنا يبقى السؤال برضو، يعني ليه إن في بعض الأصوات بتعطي نجوم و رغم قيمة عملية تكميم المعدة بس على حساب تحويل المسار، على حساب تحويل المسار؟ لا، ما هو هنا احنا عندنا تحويل المسار عملية محتاجة تقنية عالية، محتاجة خبرة، محتاجة مهارة. احنا هنا بنستخدم نوعين من الدباسات، بنستخدم أنواع معينة من الخيوط. إجراء توصيلة ما بين المعدة والأمعاء دي مسألة دقيقة يعني. يعني في نوع من الاستسهال كده، ان عملية تكميم المعدة دي عملية من خطوة واحدة، دباسة واحدة بتقص وتقطع. ولو ان عملية تكميم المعدة في رأيي يعني عملية فنية جدا عشان تتعمل بشكل سليم، علشان تحافظ على الجزء اللي فاضل من المعدة عشان تأدي الغرض منها وتحقق الهدف منها، علشان تبقى بالاتساع المناسب، لا تبقى ضيقة قوي ولا تبقى واسعة قوي. دي مسألة مش سهلة يعني، مسألة برضو محتاجة خبرة ومحتاجة قدرة جراحية خاصة. لكن يبقى ان في كتير من الجراحين بيستسهلوا العملية وبيخوفوا المرضى من عملية تحويل المسار. وطبعا الهدف تجاري. في هدف تجاري طبعا، لان هي العمليه اسهل. هم بالنسبه لهم ممكن يكون هم ما بيعرفوش يعملوا الا تكميم. بالظبط. وممكن كمان الاحتمال التاني ان هم التحويل هيكلفهم فلوس كتير، فهم بالزبط. عايزين ياخدوا فلوس العيان كلها. بالزبط. في اتجاه واحد بس اللي هو ليهم هم، مش في اتجاه المستلزمات. الكلام يعني لازم يبقى قدام المريض بشكل واضح، فما لهاش حل دلوقتي غير كده. لان ولا هنصطدم بان المصريين الوحيدين في العالم بعضهم يعني هو اللي حاطط تكميم المعده العمليه الاولى قبل تحويل المسار. صحيح. هو يفضل ان عمليه تكميم المعده مناسبه للصغيرين في السن، اللي اقل من 21 سنه ممكن يعمل تكميم معده. العيانين السوبر اوبيز، احيانا السوبر اوبيز زي ما قلنا في جدول التصنيف بيبقى الافضل عمليه تكميم المعده، لكن يظل ان عمليه تحويل المسار هي العمليه الاولى. ويمكن الصوره دي بتبين حيره مرضى السمنه المفرطه، حيرته امام المشاكل المتراكمه بسبب السمنه المفرطه، وحيرته امام محتار لطيف قوي الراجل ده يعني واقف قدام البحر ده يا ريت الواحد يروح يقف يحتار كده. أيوة. قدام البحر بالشكل ده ومحتار قدام بحر من الحلول المطروحه قدامه، ناس تقول له لا خد دواء، لا اعمل بالونه، لا اعمل، فبيبقى المريض في حيره. وعشان كده لازم يلجا للخبراء، يعني لازم يلجا لحد عنده الخبره الكافيه عشان يوجهه في الاتجاه الصحيح. عندي ثلاث قضايا عايز اطرحهم عليك. القضيه الاولى، هل بعض الاسماء، هي اسماء قليله جدا، وانت طبعا يعني ما شاء الله انت بيونير في هذا المجال وواحد من الاساتذه اللي دخلوا جراحه السمنه في عين شمس وفي الوطن، في مصر والوطن العربي، لكن هل تتابع ان بعض الاسماء ربما اساءت لجراحه السمنه بالافراط في التعامل مع حالات ربما بشكل كانها بالضبط ابندكتومي، كانها نوع من العمليات اللي هي الفيري سيمبل، وفرحوا قوي بعدد الحالات
وما خدوش بالهم من انه لازم كل حاله اكون انا كونسنتريتد واكون فيتد واكون مركز واكون بصحتي واكون بتركيزي واكون واكون، لان العمليه مش سهله. صحيح. فعلى حساب انه يتقال ان فلان بيعمل عدد قد كذا من الحالات. صحيح. ثم نفاجئ بان هذا الاسم التصقت به عدد كبير جدا من التهم. يا بس للاسف ما التصقتش بالاسم، التصقت بالعمليه بعد كده. للاسف القضيه ديت، لان القضيه دي هترحل في وقت من الاوقات يعني. صحيح. بشكل واضح جدا، لانه لانه لازم نطرحها احنا. صحيح. لانه يطلع صوت مثلا يقول لك ايه التجاوز في حق المرضى والاهمال الطبي، هو واحد بس اللي عمل المشكله. صحيح. واحد بس. صحيح. انا بحكي لك على اسم. صحيح. واحد. صحيح. صحيح. القصه دي حلها ايه؟ والله هو انا عايز اقول ان طبعا جراحه السمنه بتواجه مشكله، وهي انه لابد ان نعترف ان هي تخصص، وان هي عمليات متخصصه وعمليات دقيقه، واللي يعمل العمليه دي لازم عنده الخبره الكافيه. في ناس بتنطلق وبتعمل العمليات بدون خبره كافيه. واحنا النهارده بنتكلم على البيرسوناليزد ميديسن، على التيلرنج اوف اوبريشن، كل مريض بتناسبه عمليه معينه. العمليه بالظبط بفصلها له بالظبط بتناسب هذا المريض. دي نقطه مهمه جدا، وده لا يتناسب مع الكم. يعني دايما انا شخصيا بفضل الكيف على الكم. ان كل مريض ياخد حقه، يتعمل له العمليه المناسبه ليه، نحقق افضل نتائج مع المريض. ده بيفيد يعني، ده له عائد ايجابي، له بوزيتيف فيدباك، له مردود ايجابي على عمليات جراحه السمنه، له مردود ايجابي على التعامل مع مرضى السمنه ومع مرض السمنه. لكن برضو لازم نفرق ما بين خطا او اخطاء، وما بين يعني ما يدين او ادانه لهذا النوع من العمليات او لهذا النوع من العلاجات. جراحه السمنه يعني ده تخصص محترم جدا في العالم كله، له جمعيات علمية وطبية محترمة، له مؤتمرات عالمية سنوية، له كتب ومراجع، له مجلات علمية، ففي وراء علم كبير جدا. كون ان في ممارسات لا تتفق مع المراجع العلمية، ده لا يدين العمليات، يمكن يدين ممارسة مش غير صحيحة. لكن تظل جراحة السمنة تخصص مهم، وعايز أقول أهميته في أن المرضى محتاجين. يعني عشان بس لا ندين لا ندين تخصص أو عمليات في الوقت اللي المرضى في أشد الحاجة إلى هذه العمليات. قبل ما أمشي، مؤتمر دبي كان حلو. مؤتمر كان رائع، وكان في كلام كتير جدا جديد في جراحة السمنة وفي التعامل مع مريض السمنة بشكل عام. وإن شاء الله في الحلقات الجاية نتكلم عن هذه المعلومات إن شاء الله، ونسرد بالتفصيل ما حدث في مؤتمر دبي. لما بيتكرم في المؤتمرات دي، لما بيتم التكريم، وأنت قائد في مؤتمرات كثيرة، بتكرموا دكاترة مش كده؟ بنكرم طبعا طبعا بنكرم دكاترة. تكرم مش حد غير الدكاترة. مؤتمر يعني جراحه هيكرم ايه؟ هيكرم جراحين؟ هيكرم جراحين صحيح. اكيد مش كده؟ اكيد اكيد. مش هتجربوا عندي تاني؟ لا لا اكيد جراحين. احترامي لكل الناس. صحيح. زي مؤتمر السينما بيكرموا فنانين. بالظبط كده. هو شيء غير مقبول ان مؤتمر السينما كرمنا احنا. صحيح. صح؟ صحيح. نورت يا دكتور. الله يخليك. نورت. اشكرك. كل شكر التقدير طبعا للقيمه العلميه الكبيره، استاذنا الاستاذ الدكتور محيي البنا، استاذ جراحات السمنه والجهاز الهضمي وبكليه الطب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الامريكيه وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه، عضو الرابطه الدوليه لجراحات السمنه، وسكرتير الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. الدكتور محيي دلوقتي انا عارف بيفكر في ايه، يعني هو قاعد دلوقتي يقول كم انت خبيث يا عيني. خليكم مع الدكتور، ما تروحوش في حته ثانيه.